حصل المنتج والمونتير محمد سمير مالك شركة داي دريم للإنتاج السينمائي على منحة شبكة المنتجين السنوية في ملتقى دبي السينمائي، والتي تتيح له المشاركة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في الدورة القادمة بفيلم فتاة المصنع، الذي يستعد لإخراجه محمد خان عن سيناريو وحوار لوسام سليمان، واللي بيرصد من خلاله تفاصيل الحياة اليومية في حياة بعض الفتيات التي يعملن في إحدى المصانع والمشاكل التي تعرضنا لها. الفيلم بطولة ياسمين رئيس وهاني عادل ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة. هي مصر الجديدة دي بعيدة عن المدرسة اللي احنا رايحينها؟ اركب منين لمصر الجديدة؟ ممكن توديني مصر الجديدة؟ هو انت رايحة فين؟ مصر الجديدة. والله كانت بتمطر في مصر الجديدة. نجوى ويحيى اتقابلوا أول مرة في شقة مصر الجديدة. انت هي اللي عرفت حضرتك. انت مين؟ أنا نجوى. انت نوجة. وناس عجيبة تدخل شقتي وتفتشني وانا واقف. انت ليه بتدوري على تهاني؟ اصلا انا قريت خبر في الجرنان عن مصر على مدرسة في ظروف غامضة، فافتكرت بعد الشر انها قابلة تهاني. مين تهاني؟